يقول الصنعاني رحمه الله، يقول إن هذه القبور المزخرفة والمجصصة غالب ما يضعها الملوك والرؤساء والزعماء، يضعونها إما على رئيس أو ولي صالح أو عالم، ظنا منهم أن هذا من باب التكريم له، فيأتيه من يأتيه في ذلك العصر وهم يعرفون أنه رجل لا ينفع ولا يضر. فإذا انقرض هذا العصر وجاء عصر آخر ورأوا أن هذه القبور أو أن هذا القبر قد زخرف وزين وستر ما لم يحصل لغيره، ظن أن لهذا القبر مزية، لا سيما أن السدنة يملحون هذا القبر بقولهم إن هذا قد رفع الضر عن فلان أو أوقع النفع بفلان من أجل أن يخدموا مصالحه.